علي تذكر الإجابة. بالحركة والقياس في الوقت الواحد. أتظن ذلك؟ دي بروبليما يا كيس. كم هذا غريب. لها من كتب كثيرة. لا تظن أني أمين مكتبة، أنا كاتب كثير من هذه مؤلفاتي الخاصة، لكنني بالفعل أجمع الكتب أيضاً. تخفي المدينة مجلدات أخرى نادرة وقديمة، إن عثرت على أحدها فأحضره هنا، سأجعل الأمر يستحق وقتك. ليس حتى الآن، ربما نجد في المرة المقبلة ما هو أكثر من الكلمات الجوفاء والإزعاج. أذكركم مرة أخرى، تذكروا أن تتحققوا من وجود الختم الرسمي. أرسطو هذه المرة. قلبي يا صديقي، إنه يخذلني. دعني أتيك ببعض العون، أهناك طبيب يمكنني أخذك إليه؟ فات الأوان، لكن ما زال علي إنجاز العديد من الأشياء. عمل حياتي أطروحة عن نجوم السماء، علي أن أوصلها إلى بيت الحكمة قبل أن يحصل عليها منافسي ويسرقوا مجدي. إن أردت يمكنني توصيل الأطروحة من أجلك. وبعدها هناك ولدي الحبيب، تنازعنا اليوم. أشعر بمرارة بالغة، دون عفوه عني لا أستطيع. سأحضره لك عسى تنعم روحك بالسكينة. لا، الأطروحة أولا، ساعدني على استعادتها أرجوك. سأفعل ذلك، كان والدي معماريا، سرق مجده أحد منافسيه أيضا. يا للذكاء، ذلك المدعو سند شخص ذكي، سيقدمه إلينا في درس الأسبوع المقبل إن أردت الحضور. قلبي. استرح، سأعثر على الأطروحة. إنها تتكون من 3 صفحات، كل منها منفصلة عن الأخرى، أعثر عليها من أجلي. أرشدني يا إيه.
تتجاوز هذه الأرقام قدرتي على الفهم. عثرت عليها يا صديقي، عثرت على الصفحات الثلاث. تشتد الريح. غريب للغاية. أشعر بقيمتها تثقل يدي. عثرت عليها يا صديقي، عثرت على وجدتك، جمعتها كلها. علي العودة إلى الفلك. أبي، لقد وفتوا المنية. أحسن الله عزاءكم. أسلم روحه قبل أن أصل، لكنني ما زلت أشعر بدفء جسده. لقد تنازعنا آنفا، كان خطأي. أتيت كي أصلح الأمر، لكن بعد فوات الأوان. وأنت من تكون؟ صديق عابر، استعدت أطروحة والدك، والآن أقدمها لك. قال إنها كانت عمل حياته. عمل حياته؟ نعم، كانت تلك كلماته. فهمت. وأنا ماذا قال عني؟ لقد أحبك من كل أعماقه، لكن الأطروحة كانت أكثر ما يهم. لعنك الله، لن يرى عملك الشمس. ستكون نهايته هنا، كالحب الذي كنت أكنه لك.
معا نرى كل شيء يا أنكينو. ماذا ترى يا أنكينو؟ ليتني في أي مكان. لا، الأمر شديد الخطر يا أنكينو. ويسمون هذا فنا. تشرفت. تسرني رؤيتك. لنرى ما المتاح. هكا ما في المخزون. أتريد تطوير عتادك؟ إنها نافعة على الدوام. تم البيع. حصلت على ما تريد.
يجب أن أنصرف الآن. إلى اللقاء. فمك الكبير مطبقا، ربما لا ينبغي الاقتراب كثيرا. أي كتاب كان ذلك؟ شأن ذلك تغيير قوامه حقا. للوصول أمام المتسكين مجددا، وهنا نبحث عنه على أي حال. لنحصل على عشر البرد. عندما تقف في حمبا غدا يقع ذلك المكان في موضوع ترحيب هنا، ارحل. قدرك محتوم. سجين هنا، قد يكون المفتاح لدى ذلك الحارس. كن رحيم، الرجل لم يكن جيدا منذ أيام. لدينا أوامر، لا يسمح بدخول أحد لرؤية الضيف. المسكين محبوس مع حفلة من الكتب، قد أجن لو كنت مكانه. يصيرك الموت. تراجع يا حفظ. Yeah.
ذكره وائل حقيقيون. أضرب النيران في حذائي على بعد 30 خطوة. سأعلمك خدعة حقيقية قتالية طالما انطلق عليك وأنقذ ظهري لمرات لا تحصى. هكذا قتلت صاحب حرس خرمدين عام 23. يقول ماذا؟ كفر عن ذنوبك. لا تقتلني أرجوك، امنحني مزيدا من الوقت، لقد فككت شفرته تقريبا. لا تقلق، لست هنا لقتلك. ما الذي تحاول فك شفرته؟ الكتاب. قلت لها إنني لن أستطيع، هذه ليست لغة أعرفها، لكنها لم تمنحني خياراً. من؟ امرأة تدعى زهرة، إحدى العالمات هنا. ما هذا الكتاب؟ ما اسمه؟ لا أعرف سوى أنه مكتوب في مخطوطة لا تشبه أي مخطوطة أخرى، وقد رأيت المئات. حسب كلام زهرة إنه قطعة أو بقايا أثرية أكثر من كونه كتاباً. لقد كذبت بشأن تقدم المحرز حتى لا يقتلوني. لا أستطيع قراءة كلمة واحدة، لا أستطيع حتى الجزم بأنها لغة. أين أعثر على زهرة؟ لا أعرف، قد تكون بأي مكان في المدينة، إنني أريد العودة إلى الديار فحسب. حسناً، اذهب إلى مكان آمن قبل رجوع الحراس. لابد من وجود ما يساعده هنا. يشعرني هذا الكتاب بعدم ارتياح، سأتركه هنا. خطاب التنظيم يذكر عرية، إشارة بريئة أم شيء أكثر إذاناً بالسوء؟ يحدد هذا الخطاب مكان أملاك العالمة زهرة. علي زيارة أملاك زهرة ومعرفة مدى تورطها في التنظيم.
الآلة العجيبة. لقد رأيت مثلها في ورشة أحمد. هي التخلص من هذا.